دايما طبعا. شايفه ند. اوكي بتطفيني ليه؟ بتطفيني ليه؟ فالعلاقة بينهم من العلاقات الصعبة. طيب، بالرغم من ان كل الصفات الرائعة والعاطفية والرومانتيكية جدا لبرج الحوت، الا اننا ما بنلاقيهوش محظوظ عاطفيا. يعني دايما بنلاقي فيه مطبات عاطفية في حياته، انفصالات كتير، احداث قد تكون حقيقي. يعني مش لطيفة عاطفيا. حقيقي. ليه؟ لاني لسه قايله لك حالا، اختياراته غلط. لان الاختيار القائم على القلب فقط فهو اختيار خاطئ، وبالتالي الاختيار الخاطئ نتيجته خاطئه. خلاص، ما بني على خطأ فهو خطأ. هيترتب فانت عليه نتائج خطأ كلها. نشغل عقلنا يا حيتان شويه. العلاقه دي فيها واحد اتنين تلاته حلوين، لكن نبص برضو ما نتجاهلش ان العلاقه دي فيها عيوب. فبالتالي هو بيتغاضى عن العيوب وبيتسامح وبيتسامح. طب ما هو انت تسامحك ده في يوم من الايام انت هتدفع ثمنه. هو ده اللي هتدفع ثمنه فيما فعشان بعد. كده عاطفيا صدمات ورا صدمات ورا صدمات، وخصوصا ان زحل كوكب المعلم الصارم دخل عندهم السنه اللي فاتت. فمن السنه اللي فاتت الناس بتتفلتر والاقنعه بتسقط عندهم، فقاعدين يتصدموا. من السنه اللي فاتت الحوت، يمكن اللي قبل اللي فاتت كمان، الحوت قاعد يتصدم في ناس. فاختيارات غلط، فصدمات، فالعلاقات العاطفيه. والحوت من اكتر الابراج اللي بيدخل في علاقات ثلاثيه معقده، بتلاقي طرف ثالث في العلاقه. يعني في نوع من انواع الخيانه في العلاقه. طيب، ده يخلينا نقول ان بقى انسب برج للحوت الحوت، لان الحوت لا بيطفيه ولا وعاطفي زيه والسرطان ومحتاج. والعقرب الميه طيب، اللي زيه اخبار الحوت والحوت ايه مع بعض حلوين العلاقه جدا. دي؟ بصي يا زينه، في ده حته سؤال برضو جاي فرصه ان انا اقولها لك. الابراج المائيه بتتفق مع بعض، يعني حوت حوت، سرطان سرطان، عقرب عقرب. اوكي. والترابيه اللي شكل بعض يتفقوا مع بعض، يعني عذراء عذراء، جدي جدي، تور تور. ايه اللي من نوع واحد وما يتفقوش مع بعض؟ النار والهواء. ليه؟ يعني قولي لي كده مثلا اسد واسد، يولعوا الدنيا. يولعوا الدنيا، خناقه كده تحصل. طب مين هيجيب ورا؟ اي مين بالظبط. هيتنازل؟ مين هياخد خطوه ورا؟ ما حدش، لان الاثنين نار. قوس قوس، حمل حمل، وتهور مندفع. فهتلاقي ساعه الخلاف بينهم لازم تالت يطفي. تالت ده يكون يا ترابي يا ميه. فدايما الابراج اللي شبه بعض بتتفق لو كانت مائيه او كانت ترابيه. ما برجحش الهوائيين مع بعض، وما برجحش الناريين مع بعض. اوكي. سمر ابو شتا او ابو شيتا بعتلنا مسج هتتفتح دلوقتي حالا. اوكي يا سمر، هفتحها حالا، بس واضح ان عندنا الانترنت فيها حاجه. هفتحها حالا، لكن لغايه لما نقدر نفتح المسجز دي. ايه اللي بيفشل علاقات برج الحوت؟ هل برج الحوت مثلا نقدر نقول عليه برج انتقامي؟ يعني بعد الحب ده مفيش حد بقى ملك على الأرض. هل ممكن لو حصل له فصل من الفصولات وعدم تقدير بعد ما اختار غلط، هل ممكن ينتقم ولا لا؟ لا، برج الحوت لا يصنف من الأبراج الانتقامية. هو مش أسد، هو مش عقرب، هو مش ثور. لا يصنف تماما، لأن هو عنده تسامح، نسبة تسامح كافية تخليه لما يتصدم أو تفشل علاقاته ياخد خطوة ورا، يتدور، يقفل الصفحة، يعيط على الأطلال مع نفسه، يعافر مع نفسه، يحاول يقاوم عشان ينسى. أو لكن هو مش انتقامي خالص. خالص. عمر يعني اخر واحد ينفع يتصنف ان هو برج انتقامي هو برج الحوت. طيب اهو سمر